السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل بدائل لميدجورني أو ديل إيه للناس اللي البرنامج شغال عندهم أو الموقع شغال عندهم. أبسط حاجة هدخل على موقع زي alternative 2.net وهكتب إن أنا عايز البديل لميدجورني. أهوت بيقول لي إن فيه 28 بديل. تمام، طيب ده بديل كويس. تمام، مجرد هتدوس عليه تبدأ يفتح معاك وتقول له انا عايز ادخل على الاوفيشال ويب سايت، واكتب مثلا مان اون ذا سكاي اون ذا كلاود مثلا. هي دي الفكرة، ان انت بتكتب تكست وحواله لصورة بتقول له درو. طيب تعال نشوف موقع تانية. عندنا ديل 2 وعندنا ديل اي اللي هو مجاني، وعندنا ستيبل ديفيجن اونلاين ده من الحاجات الحلوة، ديل اي فلو. كل الحاجات ديت بدايل بتعمل نفس الحاجة، ده يمكن مختلف شوية. ده بيشتغل اندرويد وبيشتغل على الويب سايت، ده اوبن سورس مايكروسوفت ديزاين. طيب ممكن تقول له انا عايز اشوف مواقع تانية، بيبدأ بقى يفتح لك حاجات تانية. تمام، كلها عبارة عن ايه؟ AI Art Generator. ممكن تدوس على كده فيبدأ يجيب لك الحاجات. ده موقع جربته كان حلو. ده موقع بيوجد لك شخصيات او وشوش لناس مش موجودين في الحقيقة. نايت كيف ده جربته كان ممتاز. ديفيجن بي طيب تقدر تجرب بقية الحاجات. كل عليك ان انت تقول له انا عايز ادخل على الموقع. فتعالوا نشوف الموقع مثلا دوت CRAIYON. بدأ يعمل لي صور هيك كتيرة. تمام، وفي خدمة ان انت تطبعها على التيشيرت، وفي سكرين شوت، وتقدر تعمل درو لأي حاجة تانية يجيب لك صور مختلفة. دي مثل الذكاء الصناعي، هو مش محرك بحث، هو بيخترع حاجات. ده متخصص في ال ممكن تشغله على ابل ماكنتوش، تقدر تعمله داونلود. يعني ممكن تقول له جنريت، فبيقول لك اكتب، وبيقول لك اختار بقى شكل الصورة اي اي موديل والحاجات دي كلها، قول له جنريت. احنا عندنا 20 نقطة هيرسم منهم 5، فعمل لك الصورة بالشكل ده. وتقدر تعملها ريجنريت او ميك ات بابليك بحيث الناس كلها تشوفها. طيب تعال نشوف ده برضو من المواقع الجميلة. تمام، هدخل الحساب بتاعي. ده مثل ان هو كل يوم بيديك نقط جديدة، ممكن تعملها من خلال ديسكورد او من خلال ان انت تيجي تقول له ان انت عايز تعمل صور جديدة. هاجي هنا اقول له كرييت، فبيقول لي اختار الكرييشن ميثود، الطريقة اللي انت عايز تعمل بيها. هقول له دي كده، وبتقول له بقى ايه انا عايز صورة واحدة او 4 صور او 9 صور زي ما انت عايز. خليها عندنا نقط كتيرة مفيش مشكلة. اقول له كرييت، فيبدأ يعمل لي الصور دي. صور كتيرة عملتها قبل كده، وكل واحد فيهم لما تقف عليهم بيجيب لك الكلمة اللي كتبت عشان يعمل اي الصورة طلعت بشكل جميل. ده برضو من المواقع البديلة للميدجورني. فتقدر تقول مثلا انا عايز اعمل كرييت الكوليج او سبيسر اللي هو التقليدي. خلينا نشوف، بيعمل لك شخصيات كده ممكن تستخدمها. طيب نقول له مثلا عايزين ريندر، ويبدأ يعمل لك ريندر للصور. بالشكل دوت تقدر تسيفها وتقدر ان انت تشاركها. طيب هنا ده محتاج تسطيب، سيبك منه. هنا ده تشغله على جوجل بلاي، نفس الفكرة، مجرد تديله الحاجات الكلمة اللي انت عايزها هو يعملها لك.
طيب خلينا نجرب الاونلاين بتاعه، وتختار الستايل اللي انت عايزه كوميك مثلا، هو يبدأ يعمل لك الصور. هو بيعمل لك صورة واحدة، لو انت اشتريت بيعمل لك 4 صور. بالشكل دوت. طيب هنا ده مختلف شوية، ده عبارة ان انت بترسم وهو بيحول لك الرسمة دي اللي انت ممكن تظبطها تمام لصورة معينة. تمام، يعني انت كده بترسم مثلا لاندسكيب، بترسم البلانيت مثلا فلاور، او اللي انت بتعمله ده اول ما تقول له حوله لي يروح حوله لك ليه يحوله لك لفلاور. تمام، تقدر تختار الستايل اللي انت عايزه. حولها لك الشكل ده، فهو ذكاء اصطناعي بقى بيساعدك كتير. طيب هنا برضو حول الماكنتوش. الموقع ده ممتاز جدا الصراحة، ستيبل ديفيجن دوت ده ممتاز. مجرد بس تكتب ايه الحاجة اللي انت عايزها وتقول له اعمل الصورة، بيعمل الصورة على طول. فعمل شوية صور بالشكل دوت، وتقدر برضو تختار أحسن صورة فيهم. ده ديل إي، دي أمثلة الحاجات اللي معمولة بيه. فاحنا شفنا الفكرة ازاي تقدر تجيب المواقع البديلة لأي موقع أو أي برنامج انت عايزه من خلال الترناتيف 2. من خلال الترناتيف 2 تقدر تتعمق في البحث.